بسم الله الرحمن الرحيم. قومي يا بلادي، قصيدة مهداة من الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي، رئيس جامعة طرابلس لبنان، إلى أهلنا الأحباب في المدائن المنكوبة جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا. ستبقين رغم الظلام موطني، وإن زلزلت بالمدى الراسيان فأنت الشموخ فلا تنحني. نجاح ولا تفتني، وما بعد ذا الموت إلا الحياة، فكون الحياة بها أذني. سوى المأمن، وطوبى لمن تحت هدم قضى شهيدا يزف إلى المحسنين. كريم ولا يرتجيه سوى الموقني، بلادي يقومي ولا تحزني، تمنى عداك بأن تدفني، فكوني عليهم كسر